دكتور عندنا 9 مناطق بهذا المحيط، تعداد كل منطقة تقريبا 250,000. ايها حلو. كل البيوت هون ما أنا مخدمة كما يجب، وحتى الفقر معشعش بأغلب بيوتها. طيب هذا المطلوب، شو الخطوة؟ 3 مراحل. المرحلة الأولى هي برنامج إعلامي للحملة، المرحلة الثانية هي ميزانية بتغطي الحملة، والمرحلة الثالثة هي جلب الأصوات أو شراء الأصوات. ونحن محتاجين ل9 مناطق ل 2000 مندوب و 200 مشرف ومدير حملة. قديش ميزانية الحملة؟ حسب قوة الحملة. طيب بنحكي بالليل. أوكي دكتور. بس تعرف خليل، يعني أفكارك رائعة، عندك سرعة بالشغل، برافو عليك. تلميذك دكتور. هلأ كمناطق يعني ولا بنحكي بالليلة، شو رأيك؟